احنا شايفينه ده، يعني نهايه بكره النهائي الكونفدراليه هتحدد الشكل النهائي لمسابقه الدوري. طيب لكن هو المفروض انه انديه الدوري يبقى عندها قرار وموقف واحد. طيب خلينا بمناسبه القرار والموقف الواحد ناخد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. باشمهندس ازي حضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. وحشنا يا فندم والله. حضرتك اكتر. كله تمام؟ استاذ محمود اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ محمود؟ منور. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. يعني باشمهندس، طبعا سموحه الحمد لله الامور بقت جيده جدا خلال الفتره الاخيره بقياده الكابتن حسام وبجهود حضرتك. الحقيقه دايما بتعمل مجهود كبير جدا خلال الفتره الاخيره، لكن السؤال الاهم دلوقتي، حضرتك مع نهايه الدوري قبل بدايه كاس الامم ولا؟ انا مع نهايه الدوري قبل نهايه كاس الامم. غير منطقي ان احنا نقعد الفرق اللاعبين يقعدوا لغايه بعد كاس الامم، يفضلوا يتمرنوا بعد كاس الامم وبعدين يلتحم الموسم ده بالموسم ده. طبعا كلام، يعني كلام غير منطقي، غير منطقي. طب ممكن حضرتك تقول لي الاسباب غير منطقي ليه يا فندم؟ ما هو ازاي انا هقعد الناس لغايه اغسطس، لغايه اغسطس وبعدين ابتدي في سبتمبر؟ افضل معلق مصير الانديه ومصير الدوري واللاعبين والاجهزه الفنيه، يفضلوا يشتغلوا طول المده دي. نعم. وبعدين يبتدي في اغسطس والعب في سبتمبر ازاي؟ الحم المسلمين في بعضه. لا خصوصا انت فاضل لك مباراه واحده اعتقد. كلام غير منطقي. هو نادي سموحه فاضل له، نادي سموحه فاضل له مباراه واحده يا باشمهندس. فاضل لي مباراه واحده، وانا مصر على اني العب هذه المباراه قبل كاس الامم، وانا متفق مع الاهلي في ان الدوري لازم يتلغي قبل كاس الامم. طيب حضرتك بتتكلم طبعا بشكل خاص على سموحه وبشكل عام على مصلحه الكره المصريه. ده مصلحه نادي سموحه طبعا، اولا مصلحه الكره المصريه. نعم. فطبعا الموقف ده اكيد ان الاهلي بيتبنى هذا الموقف، فلذلك في تطابق في الاراء. واعتقد ان في انديه كثيره اخرى هتكون رايها زي راينا، لان مش منطقي ان انا اقعد الفريق 35 يوم او 40 يوم. 55 يا فندم. عشان مباراه واحده. نعم. 55. 55 يوم عشان مباراه واحده. واقعد لاعبين واوقف انتقالات وانتقالات افارقه وانتقالات مصريين، وحضرتك مرتبط بمواعيد معينه، ما ينفعش الكلام ده كله ابدا ابدا ابدا. اذا نادي سموحه المنطق والمصلحه تقتضي بذلك، وهو ده موقفنا ومعلن واعلناه امبارح. طبعا. يعني انا بشكر. بعتنا جواب لاتحاد الكوره بهذا الكلام. بعتت جواب رسمي بعتنا بيان رسمي لاتحاد الكوره. تمام، شيء جيد جدا. انا بشكرك جدا يا باشمهندس. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للمهندس فرج عامر.